جينا بقى نعمل مع بعض مشروب النهارده هيكون السوبيا، من المشروبات اللذيذه جدا اللي الولاد بيحبوها وكمان فيها لبن يعني مغذيه جدا. تعالوا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. نقول المقادير الاول. عندنا كوبايه من اللبن البارد، كوبايتين ميه بارده، 5 معالق كبار من اللبن البودر، 5 معالق كبار من السكر البودر، معلقه صغيره من الفانيليا البودر، وعندنا كمان معلقه صغيره من روح جوز الهند، ودي بتلاقيها عند العطار او المحلات بتاعه خامات مستلزمات الحلواني. اظن الدنيا بسيطه خالص وسهله جدا، في 5 دقائق هتعمليها على طول. يلا بينا. طيب في اللبن البارد اللي عندنا هنبتدي نحط اللبن في سوري الميه البارده، هنحط اللبن ونحط كمان السكر والفانيليا، تمام، وندوب كله مع بعضه. ده مشروب على السريع كده، سهل ولذيذ وطعمه حلو قوي. ودي روح جوز الهند، ممكن تستغني عنها وتحطي جوز الهند، بس هتضطري انك انت تعملي الصوبيا من قبل بفتره، يعني ممكن من الصبح اول ما تقومي على طول تحطي كوبايه جوز الهند مع المكونات دي، تمام، وتسيبيها بقى منقوعه لغايه الفطار تصفي علشان ما تشرقش اللي هيشرب منها. عفوا. عارفين طبعا ان جوز الهند لما بتيجي خصوصا واحنا بنشرب بتبقى صعبه شويه وممكن تشرق. دوبنا خلاص كل المكونات بتاعتنا، طبعا السكر بيبقى على حسب راحتك وعلى حسب التذوق، تمام. هنحط بقى الخليط في الدورق، بسم الله، زي الفل. ونضيف بقى اللبن بتاعنا، ولا اسهل من كده. خلاص هنخلطهم كلهم مع بعض، ويلا نصب العصير بتاعنا. فين الكاسات؟ اهي، بسم الله. يلا بينا، بسم الله. ريحته حلوه جدا، طبعا ريحه جوز الهند باينه قوي. زي ما قلت لو مش حابه تحطي اسانس اللي هو بتاع جوز الهند، تقدري انك انت تنقعي الكلام ده كله مع كوبايه من جوز الهند الطبيعي، تمام، وتسيبيها من الصبح لغايه قبل الفطار تصفي وتقدمي بالهنا والشفا. ايه رايكم؟ في ثواني كنا عاملين احلى عصير.